ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا لنتعرف على ضيوفنا لليوم ومواهبهم. مساء الخير، كيفكم؟ الحمد لله. هلا انا اسمي حسام، تشرفنا. ونحن جايين نتعرف على بعض اليوم، فهذا يعني اوتوماتيكيا بيعني انه كل واحد منكم بدي يقول لي اسمه وعمره وصفشو. حنبلش من عندك. ماريا رفعجي. ما عمرك يا ماريا؟ 11 سنه. صف شو انت؟ خامس. اهلا وسهلا بماريا. متحمسه كثير للسهره اليوم؟ كثير. طيب يلا اعطيني مايك صديقنا هون. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ محمد زين الخراب. يا عيني، كل هذا اسمك؟ انت يامي؟ ايه. قديش عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين، يا عيني. شو هالتياب الحلوين يا يامي؟ مين لبسك اياهم؟ بابا. بابا لبسك اياهم؟ هدول ليش امتى تلبسهم لهالتياب انت؟ شو بتعمل وقت تلبسهم؟ في عنا حفلة. بكون عندكم حفلة. يلا اعطيني المايك للي جنبك، اعطيني اياه لنتعرف عليه كمان. يلا. انا شايفك هيك متحمس انك تحكي. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ احمد انس. احمد انس، قديش عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين، كمان انت تيابك كثير حلوين، في عندكم تياب على قدي؟ هيك طاقيات حلوين انا البسهم؟ ايه. وبتعلموني انتم كيف بدو هيك بتشتغلوا؟ ايه. ايه، وكيف اليوم هيك انت مبسوط؟ ايه. شو محضرنا اليوم؟ افتل. ايه بتفتل، يعني المهم هلا بعد شوي بنشوف شو بدك تعمل، تمام؟ ايه. خليك معنا هلا، ركز لنتابع السهرة منيح. كيفك؟ شو اسمك؟ سيلان. سيلان، قديش عمرك؟ 7 سنين. 7 سنين، يا 7 سنين كبيرة أنت. والله كبيرة. حلوة كثير يا سيلان. أنت صف ثاني يعني؟ لا، أول. أول؟ أنا بعرف صف 7 سنين بيكون عمرها صف ثاني. طيب هلا نعرف على رفيقتك اللي جنبك، تمام؟ بنرجع لعندك، تمام؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. شو اسمك؟ ميري كوسا. ميري كوسا، أهلين ميري، قديش عمرك؟ 13 سنة. صف ثامن انت؟ ايه. اهلا ميري، تفضل. زيد كوسا، عمري 16 سنه، صف 11. اهلا وسهلا بزيد. اهلا فيك. مبسوطين ومستعدين اليوم تكون هيك سهره حلوه كثير؟ إيه. بس قبل ما نبدا السهره بدنا نشوف قصه صغيره من خلالها هيك، يعني اشوف انتم حتعرفوا موضوع سهرتنا لليوم ولا لا؟ تمام، جاهزين؟ شو هذا لا؟ شو؟ بدنا نشوف قصه من خلال القصه نعرف انتم حتعرفوا موضوع السهره ولا لا؟ يعني حتعرفوا عن شو عم نحكي اليوم، شو بدنا نحكي، وشو معناها هالقصة، عن شو بدها، تمام؟ يلا هلا لنتابع القصة. كان هناك طفل يدعى خالد، خلوق جدا ويحب الزراعة. وأثناء ما كان خالد يحفر في حديقة منزله للزراعة، وجد شيئا ما. وجد خالد نقودا كثيرة وقال: سأبلغ والدي، لن أخذ هذه النقود، سنردها لأصحابها. رجعنا لكم قصة صغيرة بس يعني ها في فكرة من وراها، بدي هيك كل حدا منكم هيك يفكر لي سنتين عن شو هالفكرة عم تحكي هالقصة. هدي شوي مشان الكل يفكر القصة عن شو عم تحكي هالمرة، مع انه بلشنا هيك والأنسة هون رفعت ايدها انها شطورة، فحنبلش من عندها هيك وبنرجع، تمام؟ عن شو برايك هالقصة؟ عن الزراعة. عن زراعة؟ بس عن زراعة ولا في شيء تاني؟ شيء تاني. بس خلي لي المايك قريب مني عشان اسمع. الولد هو ما يعني ما كان طماع، واخذ الاموال اللي هو كان كريم. فالاموال هودا بدي انا ارجعهم لاصحابهم. شو ممكن نسميها هاي القصة؟ نكتفي لهون، انت شفتي كريم وشفتي زراعة وبلشتيها توصلي للموضوع بس لسه ما بين معك الموضوع. لسه. ايه، عن شو برايك القصة اليوم؟ انه هو الولد كان لقى مصاري وهو عم يزرع، رجع له، بده يرجعه لصاحبه. شو بسموها هي ممكن يكون؟ لما انا بكون انه ما باخذ شيء من حقي، لما برجع شيء لاصحابه. امانة. حلو. حنشوف كمان، ممكن يكون في اجابة ثانية بس هلا مبدئيا جيدة الامور. نفس الحكي، انه لقى مصاري هو وما حب ياخذهم له، فراح رجعهم ل انه قال لابوه بدنا نرجع لاصحابهم. تمام. انت برايك القصه هي شو ممكن يكون مضمون او موضوع الاساسي هون اللي انت شفته؟ يعني فينا نسميها الامين مثلا. تمام. يلا اعطي المايك اول شيء. شو شفنا؟ جزره.
جزر ولا شجرة؟ أنس قل له، أنت قل له على المايك أنت شو شفت؟ أعطيني أنس شوي، أنس شو شفت بالقصة أنت؟ شجرة. شجرة؟ طيب شو عمل الولد بالقصة؟ شو عمل؟ شو كان عم يعمل بالقصة؟ كان عم يحفر لقى مصاري. لقى مصاري. شو عمل فيه؟ بس لصاحبه. أنت لو كنت محله بتعمل نفس الشيء؟ بترجع المصاري لأصحابه؟ وهي شو بسموها؟ شو بسموها؟ صدق، أمانة، إخلاص، وفاء. برافو. طيب أعطينا نشوف هلا إذا صديقنا يامين عنده رأي ثاني. أعطينا يامين. يامين شو شفت أنت بالقصة؟ أناس خلي يامين يحكي لحاله، بركي ما عجبته الشجرة، عجبه شي شغلة ثانية أنت ما شفتها. شو شفت بالقصة؟ مصاري. شفت مصاري؟ بتحب المصاري أنت؟ طيب إذا أنت كنت مكانه لهذا الصبي ولقيت المصاري، شو بتعمل فيه؟ بتاخذهم ولا بترجعهم لأصحابهم؟ أو بتدور على أصحابهم؟ برجعهم. بترجعهم لأصحابهم؟ بتدور عليهم لتلاقيهم بتقول لهم هدول المصاري؟ أنت بتتفق مع أنس إنه هي اسمها أمانة؟ إيه. يعني أنت موضوع القصة الأمانة. طيب هلا مع إنه أنت أمين، عطي المايك لصديقتك ورجع لها إياه. إيه؟ هلا رجعنا لعندك. شو عندك إضافة للقصة؟ أعطيني. الولد كان كريم، ما أخذ المصاري رجعه، فهي اسمها كرامة. كرامة؟ هلا كرم، كرم ممكن، بس برأيك هاي القصة شو بتعني معنى تاني غير الكرم؟ الأمانة. الأمانة، إذا نحن كلياتنا اتفقنا إنه هذه القصة تضيئنا إلى هدفنا الأساسي الموضوع اللي هو الأمانة، اللي هو شو؟ الأمانة. حدا عنده هيك قصة قريبة من الموضوع أو موقف صار معه فيه هيك قصة أمانة أو إنه هو شاف غرض أو عمل موقف وكان في أمين برأيه؟ أنا. احكي لنا قصة. مرة بالمدرسة كان عندنا رياضة وكان في أول قبلنا. إيه. فتاركين المي الاناني والعلب الساندويش. ايه. رحت لعند الشابي وسالته الانسي انه مين ضايع له هي الاكلات او هيك شيء واخذوه. حلو كثير. ننتقل عند سيلي. سيلي انت عندك هيك شيء قصه لها علاقه بالامانه او موقف انت كنتي عم تتصرفي فيه، تصرفتي فيه بامانه او شفتي حدا تصرف بهالاسلوب؟ ايه خالته. احكي لنا اياه للموقف. قربي المايك شوي على تمك. ايه لقيت جزان فيه مصاري وذهب. ايه. راحت دورت دورت لحتى دقت على باب، دقت على كل البواب، سالت ايه. هالا مين؟ ام اخر شيء راحت اخر باب طلع هو. بس هي اكثر شيء عجبني انه ايه. هي ما اخذت هذا الجزان له. انه رجعت الاغراض اصحابه، ومو بس انه هي هيك تعبت ودورت وبحثت للقت اصحابها للاغراض هذول ورجعتهم لها. تمام. هلا اعطي المايك لزميلتنا. عندك موقف كمان له علاقه بهالقصه؟ مره كنت ماشيه في الطريق فشفت وقع جزلان حدا، قام اجى دغري اللي حده عطايا. تمام. موقف بس حلو كمان نفس الشيء. زيد والله ما بتذكر، يعني ما هو يمكن اكيد صاير يعني، بس انه ما في شيء خاطر ببالي. ما في شيء هلا خاطر ببالك بالموضوع. طيب نحن هلا حنرجع بعد شوي، حنطلع فاصل صغير، بس قبل ما نطلع الفاصل بدنا نسمع معزوفه صغيره. نبلش من عند ماريا ولا من عند زيد برايكم؟ مين بدك؟ زيد. انت خليتي زيد؟ طيب بلش من عند زيد، اعطينا معزوفه صغيره يا زيد من عندك. هي لسه ما بلشنا بالمواهب، بس انا بحبيت قبل ما نطلع فاصل نسمع هيك معزوفه صغيره، نطلع عليها وبنرجع. غنية ولا هيك؟ معزوفة. لا خلي الغنية وقتها، بس انا اعطيني معزوفة صغيرة هيك لنطلع فيها فاصل. يلا. وبعدنا مكملين بسهرتنا لليوم معكم ضيوفنا. جاهزين؟ جاهزين. عندي هيك اختبار صغير رح اعمله، اسئله بسيطه على السريع بجاوبوني اياها وبنتقل، كل واحد رح اعيد له نفس الاسئله.
تمام. بدي اشوف كل واحد شو ممكن يجاوبني. اتفقنا؟ اتفقنا؟ بلش من عند ماريا، مع انه هي هيك هلا من شوي عطتنا فرصه انه قدمت حدا يعزف بدالها، فهي شغله كثير حلوه. اول سؤال يا ماريا، اذا استعرتي كتاب، اذا استعرتي كتاب بترديه ولا لا؟ اكيد برده. كيف بتردي؟ ممكن تبعتيه مع حدا ولا انت بتروحي بترجعيه للكتاب؟ انا بروح برجعه. انت بتروحي بترجعيه. سؤال ثاني، اذا لقيتي مصاري او جوال شو بتعملي؟ رجع على صاحب. مصاري او جوال نفس الشيء، انت بترجعيهم. طيب اذا شفتي قلم بالمدرسه شنتاي، هلا انت حكيتي لي موقف قريب من هالقصه، انت رجعتي الاغراض لرفقاتك ما هي؟ طيب اذا قصرتي بواجبك ووعدتي انستك او استاذك انه انت تشتغلي على حالك، تلتزمي بهالشيء؟ بوفي بوعدي وبشتغل على حالي. طيب طيب في مثال هيك اهم شوي، اللي هو كلنا اذا انا اعطيت كلمه لحدا قديش بقدر اكون قد كلمتي يا ماريا؟ تقدري تحافظي على كلمتك؟ انت اذا وعدتي امك او وعدتي اخواتك او رفقاتك بتكوني قد الكلمه ولا ممكن احيانا ما تلتزمي بهالموضوع؟ لا هلا اذا ما بدي التزم ما بوعد. اذا ما هيك ما بتحطي حالك بموقف، فانت حريصه ان الكلمه تكون بمكانها. ايه طيب ماشي، شكرا يا ماريا. يا من وانس عندكم شيء موضوع تجاوبوا مع الاسئله معي؟ اعطيه المايك، جاوبوا اثنيناتكم، امسكوا المايك لنشوف. يلا يا مين؟ نعم. اذا انت هيك لقيت مصاري او جوال بترجعه لاصحابه ولا شو بتعمل فيه؟ برجعه. ترجعه لاصحابه. طيب اذا انت وعدت البابا او الماما انك انت في شغله بدك تعملها، مثلا انه انا بدي اعمل هالشغله صح، بتعملها ولا ممكن ما تعملها؟ بعملها. حبيبي انت هلا اذا ما قال لك بابا مثلا لا تروح هلا تلعب مع انس، انت بتسمع من بابا ولا بتروح هيك من ورا بتلعب مع انس؟ لا. يعني لا قصدك انه ما بتلعب، يعني انت بتسمع كلمه البابا. طيب هلا بننتقل لعند يامين، اعطي المايك ليامين. انس يعطوني لابسين نفس الثياب انت. طيب وانت بتضل هيك بتحركش شوي وتخليني اضيع بيناتكم. جاهز انس؟ ايه. انت بعينتك اصلا انت بتسمع الكلمه؟ ايه. ليش عم تشاغب؟ طيب هيك. ليش عم تشوش على يامين؟ هيك هيك كله هيك. انت اذا شفت غرض هيك بالطريق انت وماشي شو بتعمل فيه؟ ترجعهم لاصحابه. طيب اذا بابا طلب منك شغله شو بتعمل فيه هيك؟ تسمع الكلمه؟ ايه. لحالك تسمع الكلمه ولا بتقول له يامين كمان لازم اسمع الكلمه؟ يامين اسمع الكلمه. انت بتسمع الكلمه؟ لا يامين ما بسمع الكلمه. يامين ما بسمع الكلمه؟ لا بيطلع ابوه. ما بيصير هذا الحكي. يلا يلا هلا المهم اتفقنا انه نحن غير الشجره الحلوه اللي شفناها بالقصه، نحن اذا شفنا شيء هيك بنرجعه لاصحابه، تمام؟ ايه. هلا بننتقل لعندك يا سيدي. انت كمان عندك هيك مشاكل؟ ايه. اذا لقيتي هيك غرض او كذا شو بتعملي فيه؟ برجعه لاصحابه. واذا استعرتي كتاب او شغله من رفيقتك بترجعي لها اياها وانت هيك مهتمه فيها مظبطيها ولا ممكن تكوني رجعتي لها اياها وهي مو ظابطه مثلا؟ لا ظابطه. بتظبطيها وبترجعي لها اياها. ماشي؟ واذا اعطيتي كلمه لحدا رفيقتك انا قلت لها انا هذا السر، قلت لك هذا السر ما بدي تقوليه لحدا، شو بتعملي؟ بتقوليه ولا بتلتزمي كلمتك معه؟ أكيد؟ أكيد. حلو كتير. يلا ننتقل هلا لعند رفيقتنا. كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا أنت حطي المايك إذا بدك، خلي جنبك هون، ننتقل لعندك هلا. هلا أنا أنت سمعتي الأسئلة، بتحكي لي عنهم برأيك إنه أنت مريتي بهيك موقف مثلا، صار معك شيء قريب من هالقصة ولا أنا ضل على الأسئلة اللي عندي؟ لا ما صار. طيب يعني هلا أنت بهالعمر هلا، أنت مثلا موضوع مثل ما قلنا هلا لما سألناهم سؤال على السريع. إذا أنت شفتي مثلا مصاري أو شفتي موبايل أو كذا، للحظة هيك أنت شو ممكن يخطر ببالك أول شيء؟ دغري بتقرري إنه أنا لا لازم أدور على أصحابهم ولا ممكن للحظة إنه هيك تصفني بينك من حالك؟ عندك هيك الحيرة ولا أنت موضوع الأمانة ماشية فيه صح؟ تمام؟ طيب الكلمة إذا أعطيتي كلمة لحدا بتكوني قدها؟ إيه بوفي فيها. توفي فيها؟ أكيد. تمام. ننتقل لعند زيد. زيد إذا فتت على محل ولقيت ما في حدا وأنت بدك تشتري غرض شو بتعمل؟ لا لا ما عندي الحركات أنا. أكيد؟ لا والله. طيب وأنت برأيك أختك عند كلمتها؟
ما قالت؟ ايه والله. يعني هي فينا نقول مخزن اسرارك او هيك يعني اخبار ايه اسرارك؟ كل شيء بتقول لها اياه. كل شيء بتقول لها اياه؟ اكيد يعني ما يعني ما مستحيل تقولي لنا اي شيء عنه هلا؟ لا. وانت ممكن تعمل هالشيء؟ ولو اكيد لا. حلو. انا كثير مبسوط اذا هيك الموضوع وموضوع الامانه احنا متفقين عليه وموضوع ان الشجره الخضراء حلوه. عشان متفقين نحن؟ عنا الشجرة الخضراء حلوة. لا مو بس هيك زيت، نحن متفقين على الشجرة حلوة خضراء وانتو حلوين والأمانة شغلة كتير حلوة وكتير مميزة، وإذا فتنا على السوبر ماركت وما شفنا صاحب المحل ننطره ليجي ونشتري من عنده. سمعتي يا سيرين؟ شو بنعمل؟ ننطر ليجي صاحب المحل. ماشي؟ أناس؟ شو بنعمل؟ صاحب المحل. إيه ما بدي إيدي على الشوكولا والشيبس، تمام؟ ليجي بتاكد منه بسال على سعره، ما عم بشتري، ما بقول له خلص بعتذر منك وبروح. الامانه شغله كثير غاليه، ولانه الامانه غاليه وانت كثير، قبل ما ننتقل لفقرتنا الثالثه نتعرف على مواهبكم بدنا نسمع معزوفه. هالمره من عند مين؟ من عند ماريا. طيب ماريا شو محضرتي لنا اليوم؟ اغنيه نسمع علينا الهواء. طيب حكي على المايك بس قولي شو محضرتي لنا؟ نسمع علينا الهواء. جاهزة؟ م. طيب سؤال، مع انه انت جاهزة وهن جاهزين، جاهزين نغنيها كلياتنا سوا؟ ايه بس بدون ما نخبط على المايك، تمام؟ جاهزة؟ ايه يلا. طب فينا... تمام بيعزف هلا رح نبلشي بالبداية انت وممكن تفوت معه ماشي؟ مشان نحن نسمع جزء، تكون اخذت حقها بالموهبة، تمام؟ يلا حطي المايك على جنب ويلا. تفضلي. شاركنا كلياتنا، كان بدنا شوية تدريب أكتر بس أمورنا بالسليم، لهيك نحن نستاهل نسفل لحالنا. صفقونا صفقونا صفقونا. طيب ما نستاهل نحن صفقة يامن؟ نستاهل نسفل لحالنا نحن؟ سفقنا صفقة كبيرة يامن، كتير 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 كبيرة. حلو يامن، برافو عليك. هلأ بعد ما سفقنا يامن، وهذا معناته بشي كتير حلو لأنه يامن فنان كتير كبير، هلأ حنكتشف مواهب عند يامن كلياتنا حنتفاجئ فيها، وبتحتاج لواحد جد يكون قادر يسيطر على جسمه ويتوازن صح. بس هلأ مع أنه نحن رجعنا لفقرتنا الثالثة وكنا برجعتنا كنا معك ومع غنيتنا سمع علينا الهوى، فبدك تحكينا شوي عن مواهبك يا ماريا. تلقي شعر. تلقي شعر. هلأ سمعنا العازف. أوكي نسمع القصيدة لك. شو محضرتينا قصيدة اليوم؟ عندي مش. حلو. شو هي القصيدة؟ شام وياز السيفي. بس رفعي لي المايك شوي. شام وياز السيفي. تعرفي لمين هالقصيدة؟ مع المايك. مع المايك حطي. زيادة يعني.
هو سعيد عقل على ما أعتقد. إيه. تمام، الشاعر هو سعيد عقل، بس قربي المايك. والغنية مين بغنيها؟ بتغنيها فيروز. لا، جاهزة نسمع القصيدة؟ تفضلي. شامو يا السيف لن يغني، يا كلام المجد في الكتب، قبلك في تاريخ في ضمط، بعدك استولى على الشهب، لي ربيع فيك خبأته، من الدنيا قلبي التعبي، طابت الذكرى فمن راجع، بك ملعود إلى الطرب. شامو شامو أهلوك هم على نواب، قلبي على نواب، أنا أحبابي شعري لهم، مثلما سيفي وسيف أبي، أنا صوتي منك يا بلد، مثلما نبك من السحب، ثلج حرمنا غزانا معا، شامخا كالعز في القبب. حلو كتير يا ماريا، ولأنه هو حلو كتير بنسمع سبقة كتير كبيرة، مين حيصفق لنا هون؟ شوفوا السبقة الحلوة، برافو عليكم. ماريا هيك دائما بدي اياك تحفظي الشعر وتكوني حاضرة ومثل ما شفتك هلا بهالقوة. بس هلا بعد ما خلصنا من عند ماريا بدنا نشوف أنوسة ويمونة شو محضرينا. هن ما حيحكوا عن موهبتهم، حيفرجونا اياها مباشرة. مستعدين؟ ايه. تفضلوا تفضلوا قدامنا، يلا يلا قوم قوم. ها جاهزين؟ خذوا معك يامن، ويلا جاهزين انتم تقدموا لنا فقرة لكم. يلا وقفوا مكانكم. هلا بس تجهز الموسيقى بنبدا. يلا يلا تفضلوا. اوكي حلو كتير، رجعوا لأماكنكم تفضلوا. رجعنا بعد ما انتم خلصتوا رقصتكم حلوة كتير، تمام؟ بس ننتفق يامن وأنس. أنس تخلي يامن يحكي ولو انك ماسك المايك. ايه لما بسأل سؤال لا يامن، يامن هو يجاوب. يامن حبيبي قد ايه صار لك بتتدرب؟ قد ايه صار لك هيك بترقص وبتدور؟ من سنة. من سنة؟ سنة صار لك. بتحب هيك تتعلم اكثر انت؟ ايه. هلا برايك انت بتعرف ترقص اكثر ولا انس؟ انا. لا هو بجاوب، مين برايك انت ولا انس؟ انا. انت شفت هو كمان بيعرف. لا انا. هو بيعرف شطور هو كمان. اصلا اثنيناتهم شاطرين، ما شفتون قديش ما احلاهم؟ ايه. هو بابا نويل. هو بابا نويل؟ طيب اعطيه يحكي، هذا اذا مشكلة ما اخذ المايك بضل عم يخاننا هلا. قديش صار لك انس انت هيك بتتعلم؟
جاوب هلا هلا وقت اجى دورك ما عاد حكيت؟ احكي حط المايك واحكي قرب المايك قد ايه صار لك تتدرب؟ من سنة انا راح ازعل منك هلا والله ما قلت له ده يامين يامين هو من سنة بس انت بعرفك بتتدرب من سنتين اه 3 سنين قرب المايك بس قد ايه صار لك تتدرب؟ 3 سنين وبتعرف هيك انت حبيت الحركات انت تعمل حركه بتعرف كل حركه شو بتعني هاي؟ ايه شو هاي الحركه شو بتعني انت بترفع ايدك هيك وعم تدور؟ بتعرف شو معناته؟ ولا لسه بكير بدك شوي لتتعلم؟ قرب المايك قرب المايك قرب المايك قرب المايك دعاء هن بيكونوا وقت عم يرقصوا عم يقولوا ادعيه هيك و... تمام هلا بدنا نشوف شغله ثانيه منكم بعد شوي ماشي؟ ايه بس رجع لها المايك لماريا مشان ما تخانقوا اثنيناتكم على المايك وتضلوا حبابين وقاعدين شطورين اوكي؟ برافو عليكم وصفقوا لهم مره ثانيه لانه اول شيء قاعدين شطورين وحبابين وبيحبوا بعض هيك قديش طلع طلع قديش مبسوط هو عم يصفق له كمان هلا انتقلنا من عندكم لعند سيلين كيفك يا سيلين؟ منيحه سيلين عندك مواهب كثير انا بعرف ايه شو مواهبك؟ تمثيل رقص غناء كل هدول؟ طيب شو حابة تفرجينا نحن اليوم؟ فقرات من فيلم هالة والملك وكمان في فقرة صغيرة بالفصحى محضرتها شو هي تبع الفصحى؟ أنا هيك سألك شوي بتقولي لي إياها فأنا ما أعرف التفاصيل عنها أكثر هي أنه قلت لي في شغلة حلوة محضرتينا إياها هي أنه بنت اللي بتنظم وقتها بس قرب المايك شوي كتير يعني بتنظم وقت في عندها طيب نشوف المشهد؟ تفضل يا سيدي صفقوا له اول شيء استني استني معلش صفقوا له مره ثانيه تفضل يا سيدي صباح الخير يا امي ما دعتك لي الفطور قعدت هيا يا ابنتي استحمي وثم اذهبي لتاكلي الفطور حسنا يا امي سوف استحم الان واذهب لاكل وداعا يا أمي سوف أذهب إلى المدرسة مرحبا يا معلمتي أهلا هيا ابنتي اجلسي في المطبخ أوه سفر إلى الباحة ودعني يا معلمة سوف أذهب إلى المنزل أكلت المشهد؟ كانت أكلت كتير؟ كم مرة أكلت بالمشهد؟ مرتين طيب ما أنك أمتي وأمتي شوف تبع سيلينا والملك؟ سيلينا والملك صرت خربت هالة والملك هالة والملك بلشي بهالة والملك تفضلي رايحين على ساحة سيلينا رايحين ولعب بسيلينا ناني صغير ناني تأحكي لك أسامي شفت مدارح بمناني ناديني اسمي سيلينا رايحين على ساحة سيلينا رايحين والعيد بسيلينا تصعد فيها تصعد فيها يا خالقنا تصعد فيها هو ولاني فيها لياليها تصعد فيها فينا نعرف يا أمير بيك من أي أعمار أعمار تبي خمارة يي شو عم تحكي يا أميرة عرفنا كل شي أبوكي أمير وانت منفكرة هو بس اختار هو اختارك حتكوني عروستنا أميرتنا؟ لي أنا ممكن تجي لعنا؟ عروستنا طب مو أميرتنا أنت؟ قربي لعنا شوي نسألك شو اسمك يا أميرة؟ هالة أنت هالة؟ أنت بنت الملك؟ لا لك رجعي طبعا مثل معك أنا مثلي معي سمقولة برافو يعطيك العافية سيدي تفضلي مكانك الحابب مثل معك بس أنت ما حبيتيني هيك تصير ممثل مشهور وأعرف ما هيك بمسكون صح تمام؟ هلا بننتقل لعند مين؟
لعند ميري. ميري شو محضرتينا اليوم؟ موال برضاك وغنيت هالاسمر اليوم. اثنيناتهم سوا؟ ايه. حلو كتير. جاهزة انتي؟ جاهزة. يا تفضلي. برافو برافو، يعطيكم العافية. برافو برافو أنس ويامن، يعطيكم ألف عافية. ميري برافو كتير، زيد بتجنن. أنا كنت حابب ماريا تغني معكم وسيلين، بس كأنه هن انبسطوا بالجو اللي كان صاير واكتفوا بس أنه هن يشاهدوا هالشيء الحلو اللي كان عم يصير هلا. تمام. بلش في ناس بدها تتعلم عزف هلا، في ناس دغري بس بلش دوران بتلاقيها راحت سحبت بالاستديو. مين هدول بتعرفوا هالشي؟ يامن؟ ظبطة عتا؟ منيحة؟ ها؟ ظبطت لك اياها؟ مو يامن عم بحكي مع يامونة. يابا هلا هيك شفتوا تعب تعب عم يتعب، انتوا هيك كثير متحمسين. قديش صار لك بتغني ميري؟ سنة تقريبا. صار لك سنة بتغني؟ ايه.
وعم تتدربي صولفيج كذا ولا سماعي ولا كيف؟ لا عم صولفيج. صولفيج وين مسجله؟ في كذا محل، في جمعيه ومضات و انت من يعني ضمن كورال ولا لحالك؟ ايه ضمن كورال. ضمن كورال، حلو كثير. وقديش زيد عم يساعدك ويفيدك بالموضوع؟ كثير. يعني زيد اخ كفو. ايه. وامين. ايه. صاين هيك امانه الاخوه. ايه. يعني من ضمن موضوعنا اليوم، موضوع سهرتنا. ايه والله. طيب، زيد انت قديش عمرك قلت لي؟ 16. 16، قديش صار لك بتعزف؟ والله سنه وشوي. انتوا كمان صار لكم فتره قريبه، نفس الفتره مبلشين تقريبا. وين عند استاذ بمعهد ولا نفس الجمعيه؟ جمعيه مضاد. حلو كثير. وشو محضرنا هيك شغله خاصه فيك انت عازف؟ موال وغنيت فوق النخل. حلو، يلا جاهزين نسمع؟ يلا. أمان 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 يا يابا يقولون ليلى في العراق مريضة أيا ليتني كنت الطبيب المداوية وقالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا فوق النخل فوقي فوقي يابا فوق النخل فوق مدري لامع خدي يابا مدري القمر يا شيء النعماني قصدي الاقي محبوبي قصدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني عيني بين الياسمين والريحاني حالي حالي حال مالي مالي مال 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 حالتنا اليوم حالة بهالمواهب وكله عم يشارك. يعني مجرد ما تقول لأي حدا شارك تلاقي دغري هون عنا بيشاركوا هون بيشاركوا هون بيشاركوا كله عنده مواهب حلوة. وهلا حننتقل عنكم عند ماريا لنشوف شو محضرتينا. شو محضرتينا يا ماريا؟ أغنية لحن الحياة. تفضلي. بالدروب هيا نغني في المسارح والساحات في الحقول هيا نغني ينطلق لحن الحياة هيا للأفق البعيد ننشد اللحن الجديد فوق أسراب الغيوم نهدي أقمار
فنبقى يا غنى لنغني لحن الحياة. هلا حلوة كثير، وهلا بس حننتقل من عندك لحدا قال حافظ غنية بالفرنسي وبدي غنينا اياها ولنشوف غنية حلوة ولا لا، شو رأيكم؟ حلو. هلا بنشوف. هلا بنشوف. جاهزين تسمعوا غنية بالفرنسي؟ تفضلي. Aux yeux de lumière qui voit passer on voit les oiseaux comme l'oiseau pleut on voit la terre comme le monde est beau l'amour c'est moi l'amour c'est toi l'oiseau c'est toi l'enfant c'est moi. ميرسي كتير، يعني أنا كنت بتمنى أعرف ترغل مثلك بالفرنسي بس ما بعرف. هلأ بعد ما خلصنا مع سيرين وقبل ما ننهي نحن لازم نحكي شغلة كتير مهمة. نحن اليوم كنا عم نحكي عن موضوع كتير غالي وكتير مهم علينا اللي هو الأمانة، وهذا الشيء اللي نحن كتير بحاجته. عم نحاول نحن من خلال هالسهرات ولقاءاتنا الحلوة معكم نركز هالمعاني الحلوة. الأمانة قديش هاي المعنى كتير غالي ومهم بالنسبة لنا، وقديش ممكن نعكس على المجتمع بطريقة أو بصورة كتير أخلاقية ويحفظ تعب الناس وحقوقها. هي الرسالة الصغيرة نحن كتربوية سورية حبينا يعني نشارككم فيها، نشارككم فيها بالحوار، نربطها بشيء انتم بتحبوه اللي هو مواهبكم. نتمنى ان نكون وصلنا لهالشيء. هلا ختاما انا حودع الجمهور ونرجع لعندكم نسمع غنية. جاهزين؟ نودع الجمهور. أعزائي المشاهدين بتشكر متابعتكم لنا، وبتمنى تكون سهرتنا كانت ممتعة وغنية لألكم، والأمانة اللي حبيناها نوصلكم إياها وحملناها من أطفالنا لألكم تكون وصلت بصدق وأمانة. على لقاء يتجدد بالحب والأمل، ودعكم. على العقيق اشتمانة I'm gonna go to the hospital.